نخش بقى في المهم كمان. نخش رايك في الحكم والناس اكيد يعني تبعانا الاسبوع اللي فات يعني الحمد لله كان لنا انفراد هنا حصري ومصر كلها مشت ورانا لما اتكلمنا على مملكه سيما. قلنا يا جماعه اللي بيتقال ده كله غلط, مش حاجه اسمها اعتزال, الراجل مكمل. الهاشتاجات والحملات اللي كانت على الراجل انا شايفها كانت ممكن تضر الاهلي اكتر ما هتفيده. فاحنا نجحنا في توصيل الرساله الاعلاميه بشكل سليم يا كريم, وده ساعد ان المباراه تخرج اعتقد لصالح الاهلي بشكل كويس. انا اعتقد بعد انا في وجهه نظري شخصية بعد مرور 20 دقيقة بدأت أشوف مملكة سيما بيدي مباراة بشكل جيد جدا جيد جدا, وحتى بقى واللي أكد بقى أكتر بعد هدف الوداد. ليه بقى؟ بعد هدف الوداد بيبقى تيست الحكم, يعني انت عايز تعمل تيست لأي حكم في شمال أفريقيا اعمل له التيست بعد ما فريق شمال أفريقيا تقدم في النتيجة مظبوط في تونس أو المغرب أو الجزائر. ليه؟ انه بعد ما بيحصل الهدف بيبدا يلجا الى اساليب مش لطيفه شفناها امبارح كتير. اول مره بصراحه من فتره طويله اشوف حكم افريقي يعني كميه السيميليشن اللي لعبت الوداد امبارح حاولت تعملها هو قدر يتعامل معاه, وحرمهم من ان هم ينفذوا المخطط بتاعهم او الهدف بتاعهم ان انا كل الوقت حتى ان انا كل شويه كل شويه. ودي نقطه مهمه محمد عايزين نشرحها للناس, لازم تعرف ان فكره تضييع الوقت. في حد يقول لك ايه عادي يا عم تزعلان ليه, ما هو كده كده الحكم هيحسبهم لك وقت بدل ضايع وهتاخد حقك انت متضايق ليه. لا دي خطيره. ايه الخطوره؟ خطوره ان انت التيمبو او الريتم بتاعك لما بيعلى الهارت ريت او سرعه ضربات القلب للعيبه بتزيد جامد, وبالتالي كل ما انت بتزيد انت بتخش في حماس اللعب وجسمك بيبدا يصل لدرجه سخونه معينه بتخليه قادر على التفوق على اللي قدامه. لما بيحصل توقف مفاجئ للعب ايه اللي بيحصل؟ الجسم ده بيبرد وضربات القلب بتنزل تهدى جامد, بتنزل ممكن تنزل يعني مفروض مثلا او لعيب الكوره مثلا بنقول طالما هو بيلعب ضربات قلبه مثلا يعني من 130 ل 140 150 مثلا بقول مثلا يعني, فهو المفروض ان ده الستايل او التيمبو اللي هو محافظ عليه عشان يطلع افضل ما عنده. ما بالك بقى لما الهارت ريت ينزل ل 80 90؟ لا هو هيحتاج ايه زي العربيه هيحتاج ان هو يعمل ايه, يبدا يشحن تاني. ولما تشحن تاني هيضيع منك وقت انت فاهم قصدي. فالناس تفهم ان دي برضو واحده من الطرق اللي بعض الفرق والانديه بيستخدموها عشان دايما يخلوا المنافس التيمبو بتاعه هادي شويه, ما يبقاش مهايبر لان انا مش قادر اجريك فاهم قصدي. فدي نقطه مهمه لازم الناس تبقى فاهمها. واعتقد امبارح بملاك سيما بصراحه بعيدا عن طبعا هو جه وقف فتره طويله ساعه رمي الشماريخ وعملت كثافه دخانيه كبيره قوي داخل الملعب طبعا عاقه الرؤيه للاعبين. انا اعتقد بخلاف الحته دي بملاك سيما منع الوداد ان هم يستمروا في تضييع الوقت, وهو ده كمان 8 دقائق شوط ثاني 5 دقائق شوط اول. انا توقعت هيدي قبل كده بصراحه قبل يعني اقل كده هيدي اكتر من 8 انا توقعت مش يعني هيدي 10 او 12 او هيدي رقم والله هو بعد التعادل احنا عايزين اقل من كده لكن الراجل عمل مباراه حتى لو فيها اخطاء وده طبيعي يكون فيه اخطاء. انا شايف ان مش مؤثر خالص, لا مش مؤثر خالص, مفيش اي تاثير امبارح بملاك سيما. لا بامانه يعني كحكم عام بملاك سيما اجاد احنا نظرتنا كانت صح طبعا لانها كانت مبنيه على معلومات صحيح 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 صحيح. وهو بصراحه اجاد ويجب ان احنا نحييه. ليه؟ مش ان الله عشان الاهلي كسب, لا هو اضاء ماتش كويس ولازم يكون احنا عندنا يعني احنا بتيجي فرصه انتقاد بننتقد دلوقتي فرصه اشاده لازم نشيد. مملكه سيما ادار المباراه باداره تحكيميه جيده. احنا كان عندنا مفاجاتين بخصوص مملكه سيما. المفاجاه الاولى كانت متاحه تتقال في التوقيت ده اللي هي الخاصه انه مش هيعتزل عشان موضوع العقد الاحتراف والكلام ده كله. المفاجاه الثانيه ناس كتيره بتسال طب ليه مملكه مكمل لغايه دلوقتي رغم ان الجيل بتاعه كله اوت يعني كله خرج من القائمه الافريقيه. مملكه من شهور قليله جدا اتعرض عليه رشوه في احدى التصفيات الافريقيه لمنتخب افريقي كبير وكبير جدا وليه باع طويل جدا في الكره الافريقيه ومش من فرق الشمال, من الفرق الاخرى اللي هي المتمرسه اكتر على المنافسات الافريقيه في زون معين في القاره الافريقيه. قدر يثبت واقعه الرشوه دي بالمستندات وبالصوت والصوره وعرضها على ماسيمو بوساكا وعرضها على لجنه حكام الكاف. فمن وقت الموقف ده مملكة سيما اصبح من الحكام المشهود لهم الصفوه من الصفوه ان المفروض يكمل. ايوه يعني في بكاري جسامه لسه ما وصلش لسن الاعتزال ومع ذلك خرج
رضوان جاي اتخرج، صادق السلمي التونسي توقف. فما هم عندهمش يعني ما عندهمش رحمه لاي حد هيغلط، لكن بملاك بعد الموقف ده اتكافئ باداره النهائي عشان موقف زي ده وانه ما راحش كاس عالم، وخد كريدت زياده، وخد كريدت زياده بالظبط كده. انا بصراحه بشوف دايما بملاك حكم كويس، وبصراحه دايما مش يا اخي بقى برضو احنا بقالنا فتره عندنا الناس عندها دقيقه يعني اخطاء التحكيم في الاونه الاخيره كترت، وانت عارف كمان ان دلوقتي الكوره الناس بتركز معاك في ادق التفاصيل. زمان ما كانش فيه كده، زمان الناس كانت بتركز في القرارات المهمه قوي المؤثره قوي. دلوقتي انا اقسم لك بالله الناس لو لاحظوا ان حكم اللقاء عمل رياكشن بوشه مش المفروض يعمله هينتقد. ما رياكشن بملاك من كام سنه لسه لغايه دلوقتي بالظبط. فعايز اقول لك لا انا بشوف بملاك بصراحه حكم كويس، بس هو الامانه امبارح عمل حاجه انا ما شفتهاش قبل كده، اللي هي ان هو كل لعبه بيحس بس ان لاعب الوداد بيعمل سيميوليشن، عارف الحركه بتاعته دي ايوه مع ان في كرات ايه ممكن يتزام عليه الجمهور بقوه، فاهم؟ خلاص بقى عنده باور، فاهم؟ عارف ليه عصام عبد الفتاح؟ خدوا بالكم عصام عبد الفتاح كان خرج بتصريح وقال حكم امين، ايوه محدش كان واخد المغزى من التصريح. هو كابتن عصام قال حكم امين اللي هو كمسؤول في لجنه حكام الكاف ما يقدرش يطلع يعلن التفاصيل دي. احنا كاعلام نقدر نعلنها لان دي مصادر ومعلومات نقدر نقولها لكل الناس. حكم امين للموقف اللي بحكيه لحضراتكم بس يعني عشان الناس تبقى عارفه في كواليس يعني ما ينفعش نحكيها او ما ينفعش تحكي في توقيت معين، بس الناس دايما لازم ما تروحش للاحكام الاستباقيه. استنى والناس برضو لازم زي ما انت بتنتقد ساعات حكام لمواقف لازم لما حد يعمل حاجه كويسه تشدين ان هو بصراحه امبارح ما ظلمش حد، ولا ظلم الوداد ولا ظلم الاهلي. وانا عجبني بصراحه حتى النهارده في المغرب ما حدش طلع مثلا قال لك احنا كسبنا البطوله، بس زي ما طردش حسين الشحات ولا عمل عليها قصه كبيره. انا نفسي نبقى كده.